من أخطر أنواع الرياضات، بيحطوا الفارس فوق ظهر حصان لم يتم ترويضه قبل كده، والحصان طبعا عاوز ينزله من على ظهره. طبعا ممكن يتقلب عليه، ممكن يكسر عظمه، ممكن يروح فيها الفارس خالص، ولما بيقعد أكتر فترة بيشيلوه بالمنظر ده. رياضة خطيرة جدا اسمها الروديو، والخيل اللي بيطلعوها بيتعمدوا ان هي تكون عندها حالة هيجان شديدة عشان تعمل المنظر اللي انتوا شايفينه ده. ومش بس الخيل اللي بتدخل في الرياضات اللي بالشكل ده، ولكن تعالوا نشوف هنا كده ايه اللي هيحصل. تور هايج طبعا وخبطوا هنا في دماغه، الراجل الحقيقة اغمى عليه. هي فعلا رياضة الموت، وتعالوا نشوف المقطع ده حقيقي ولا لا. لقيته منتشر جدا، قلت اسألكم. اما ده بقى فغريب جدا، ضرب الحصان في بطنه، الحصان قام واقف والاتنين ماشيين عكس الجاذبية، ربنا يشفي. وده انا مش فاهم دماغه كانت فين، يعني ايه اللي يخليه يعمل المنظر ده. الحمد لله عدت سليمة، ولكن طبعا كانت على شعرة والاتنين يروحوا فيها. وتعالوا نروح لرياضة تانية غريبة جدا. شايفين هنا اللي حصل؟ المفروض ان هي بتسلمه الحصان وتركب حصان تاني وتكمل بيه السباق، بس طبعا هي وقعت والحمد لله الحصان خاف عليها ومرضاش يدوس عليها. ده الحصان التاني اللي المفروض تركبه، زي ما هنشوف اللي هيحصل دلوقتي. شايفين نزل ازاي وراح على الحصان التاني، حضنه وركبه على طول وهو بيجري وكمل. رياضات غريبة، واللي حصل هنا اغرب. بص كده، طريقة ركوب جديدة الحقيقة. البقرة كانت معصلجة ومش راضية تدخل العربية، خلى الحصان بتاعه يشدها وبعدين قفل عليهم هما الاتنين. المشهد ده يقولك قد ايه الحصان ده بيحب الفارس بتاعه. لما وقع قدامه هنا شايفين تفاداه بشكل الحقيقة رائع جدا. ونرجع تاني لرياضة من الرياضات الخطرة اللي زي الروديو. شايفين هنا قلب الفارس ازاي؟ ممكن يموت فيها فورا، يعني الكلام ده فيهوش هزار. بيسيئوا لنفسهم وبيسيئوا كمان للخيل. الحصان ده اتعصب قوي من اللي جنبه، قام واخد الشل وقام رميه على الارض. اما ده بقى فما شاء الله، ايه الدبابه دي؟ طبعا دي سلاله من سلالات الخيل، طبعا خيل الجر اللي عندها قوه دفع وجر هائله. زي المشهد ده، العربيه غرزت فجاب الحصان. شايفين ما شاء الله برضو دبابه. الموضوع ما خدش معاه ثواني، أول ما صاحبه اداله الإشارة العربية خرجت فورا. واضح إننا رحنا المكسيك، وده بيعلم حصانه الطريقة دي. طبعا أنا ضد الكلام ده بالكامل، لأن ده أكيد بيأثر سلبا على صحة الحصان. وما لقيتش حاجة أختم بيها غير اللي بيحصل هنا ده. ده طبعا اللي عملوا له عملية في دماغه وشالوا له المخ وحطوا حاجة تانية، بيطلع نتيجة زي دي. وفي الآخر الحقيقة الحصان كان هيديله رفصة ولكن ما جاتش.